هلا كما قلنا يسألونك إن بني إسرائيل تسأل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن ذي القرنين. نيجي لذي القرنين، من هو ذي القرنين؟ طبعا إخواني إذا إحنا عدنا إلى التفاسير سنجد إنه المفسرين أعطوا عدة شخصيات احتمالية أن تكون هي ذي القرنين. فمنهم من راح إلى أن كورش الفارسي أو مسميه كورش الأكبر هو ذو القرنين. وإحنا بنعرف إخواننا كورش يعني هو كان حاكم الدولة الفارسية، ملك الفرس. وبنعلم وبنعرف كمان إخواني إنه في فترة زمنية إنه الروم والفرس كانوا القوتين العظميين الموجودين في الدنيا، وكان بيناتهم حروب وسجال، يعني هذول القطبين المتقاتلين. وكورش كان أحد هذول القطبين. وما نعلم من التاريخ، عندما نعود إلى التاريخ ما نعلم إنه كورش مات سنة 530 قبل الميلاد، يعني خلينا نقول وجوده لربما كان من 600 قبل الميلاد، بين 600 إلى 500 قبل الميلاد كان وجوده وحكمه لكورش. ومنعرف إخوان كمان من التاريخ إنه لكورش كان في ابن أخ أو ابن أخت، يعني أحد المقربين إله اسمه أحشوريوش. أحشوريوش يعني هذا كان يد أو قائد من قوات جيوش كورش. ومنعرف إنه في فترة زمنية في الاقتتال على الأراضي قام كورش باحتلال العراق، وكورش احتل العراق إبان السبي البابلي، يعني كانت بني إسرائيل مسبية ومأسورة في بابل، في سجن بابل في العراق. وهذا الملك أو الفارسي اللي هو كورش، وكان كما قلنا أحد قوات جيشه أحشوريوش ابن أخوه أو ابن أخته، يعني يتجول في معسكر الاعتقال في بابل، معسكر بني إسرائيل اللي كانوا محبوسين فيه. ونعرف انه اللي حبسهم هو يعني الملك العراقي نبوخذ نصر، او بيقولوا عنه بوخت نصر، هو الذي اسرهم بعد موت سيدنا سليمان بفتره زمنيه معينه، اسرهم في هذا المعسكر. المهم أحشوريوش يتجول في المعسكر البابلي، معسكر بني اسرائيل، فتقع عينه على احدى اليهوديات واسمها استر. استر إخواني إذا أنتوا بتعرفوا يعني في عيد اليوم عند اليهود اسمه عيد الأنوار، بيحتفلوا فيه في كل سنة. هذا العيد مخصوص لمين؟ لهذه بسموها الملكة استر، الملكة استر، وبيحتفلوا فيها في كل عام. مهم أحشوريوش ينظر فيرى امرأة اسمها استر، فتدخل في قلبه فيطلبها لنفسه، فتأبى إلا أن يحرر كل بني إسرائيل ويطلقهم ويسمح لهم بالعودة إلى الأرض المقدسة. فيطلب أحشوريوش الإذن من عمه أو من خاله اللي هو الملك كورش، فيأذن له. فنقول هذه الإمرأة اللي هي إستر حررت كل بني إسرائيل من المعسكر البابلي في أسرهم وأعادتهم إلى الأرض المقدسة. عشان هيك دي الأسمين طلعوا هاي الأسماء عند بني إسرائيل، يعني كأنها أسماء مقدسة، كورش أحشوريوش وإستر، كأنها أسماء مقدسة. وإحنا بنعرف قريبا من هنا عند باب العمود أو باب الخليل، بعد باب جديد أو تحت باب الخليل، في شارع شو اسمه؟ شارع كورش، يعني تسمى أو يسمى هذا الشارع باسم هذا الملك الفارسي لأنهم يحبوا هذا الملك، ففي عندهم محبة عظمى. كمان شغل إخواني بخصوص الملك كورش، الملك الفارسي، في إحدى المتاحف الموجودة على ما أعتقد في بريطانيا والله أعلم، هناك إسطواني، كيف إحنا بنشوف عواميد، العواميد اللي موجودة في المساجد الضخمة، هناك إسطواني موجودة ومحفورة باللغة السومرية أو المسمارية، اللغة القديمة، تتكلم عن الملك كورش، يعني هو أمر بكتابتها. فتتكلم هذه الاسطوانة عن الملك كورش، والملك كورش
بنفسه يتكلم بلسانه ويقول أنه يعبد آلهة العراقيين مثل الإله بعل وغيره. فهو ما لم يقول عنه من الوثنيين المشركين. عشان هيك إخوان بنقول أنه ذو القرنين بعض الناس تظن أنه مين؟ الملك كورش. ولكن أنا أقول أنه هذا بعيد جدا. ليش؟ لأنه إذا إحنا اتلينا أو قرأنا الآية اللي بعديها شوفوا سبحانه وتعالى: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سبب. المهم أنه الله سبحانه وتعالى شو بيقول: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. يعني خطاب من الله عز وجل يتكلم مع مين؟ مع ذو القرنين، وبقول له بخيره إنه هو يعاقب الناس أو إنه يحسن لها بإيش؟ حسب توجهاتها. شو بقول ذو القرنين؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. هذه الآيات شو بتعني؟ تعني من المؤكد أن كورش موحد، أن ذو القرنين موحد، من المؤكد كونه موحد. ولربما هذه الآيات دلت على أنه نبي، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم معه من الأنبياء الصالحين، وراح البعض وقال إنه ذو القرنين رسول، مع أنه إحنا نستبعد، ولكن خلينا نضع كل الإمكانيات وبعدين إن شاء الله نصل إلى خلاصة في النهاية. فعشان هيك إخواني بنقول أولا إنه هذا الخطاب الرباني منه سبحانه وتعالى لذي القرنين أنه مؤمن وأنه يعذب وأنه يحسن للمؤمنين، يعني أنه يستحيل أن يكون من المشركين. وعلى لسان كورش نفسه اللي أمر بكتابة هذه الإسطوانة باللغة المسمارية أنه يعبد آلهة وثنية، فنقول لا يستقيم ومن المستحيل أن يكون كورش هو ذو القرن. هذا الاحتمال الأولاني اللي تكلم فيه بعض العلماء. بعض العلماء شو قالوا؟ بعض المفسرين قالوا إنه الإسكندر المكدوني الرومي، وعليكم السلام، الإسكندر المكدوني الرومي يعني أحد أباطرة الروم، هو مين؟ ذو القرنين. حتى أنهم قالوا إنه يعني أنا شاهدت أحد الأفلام اللي أنتجتها هوليوود نفسها تتكلم عن ذو القرنين وكيف كانت فتوحاته، وفي النهاية بيظهرينه في آخر مقطع في الفيلم، يعني يظهروا أن الإسكندر المكدوني شو في له قرنين في رأسه مثل قرني الشيطان. فهذا التوجه من النصارى بطريقة ما أو من القائمين على صناعة السينما في هوليوود، وكلنا بنعرف من القائمين عليها، يعني يتوجه ويحاول أن يقولوا إنه الإسكندر المكدوني هو ذو القرنين. وإحنا منقول كمان هذا إخواني بعيد جدا. ليش؟ لنفس السبب، لأنه أباطرة الروم إنما كانوا من الوثنيين اللي بيآمنوا بإيش؟ اللي بيآمنوا بأنصاف الآلهة وأرباع الآلهة. شو يعني؟ يعني بيقولوا أن الله تزوج من بشرية، وهذه البشرية حملت من الله عز وجل. حاشا وكلا إخواني، هذا الإفك العظيم. فهذه البشرية لما ولدت وكان الأب هو الله، هذا المولود شو بيكون؟ نصف إله. والنصف إله إذا تزوج من بشرية ابنه شو بيكون؟ ربع إله، وهكذا. فهم يرموا الله عز وجل بالشرك. وهذه إخواني الديانة أو العقيدة الباطلة عند أباطرة الروم شو بتجعلهم؟ تجعلهم بعيدين جدا عن إيش؟ عن فكرة التوحيد اللي الله سبحانه وتعالى يخاطب فيها ذي القرنين. عشان هيك بنقول إنه ذو القرنين له كورش الفارسي وله الإسكندر المكدوني الرومي في الحالة.
هذا الاحتمال أو الاعتقاد الثاني. بعض المفسرين راحوا وقالوا أنه أخناتون وهو أحد فراعنة مصر هو الإسكندر هو ذو القرنين، هذا الاحتمال الثالث اللي تكلم فيه بعض المفسرين. وأيضا إخواني يعني أولا يعني نذكر أنه بعض المفسرين راحوا أن أخناتون هو مين؟ هو يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني أخناتون هو اسم من أسماء يوسف عليه الصلاة والسلام. فإن كان أخناتون هو يوسف عليه الصلاة والسلام، منقول من ناحية الخطاب الرباني اللي موجود في أن هذا المخاطب ذو القرنين هو من الصالحين من الموحدين ممن كان في خطاب من الله سبحانه وتعالى إلهم، نقول يحتمل. ولكن إن كان أخناتون هو أحد الفراعنة المشركين اللي كانوا يقولوا أنهم هم الآلهة ويجبروا الناس على عبادتهم، فنقول أيضا هذا الاحتمال يستحيل لأنه يتنافى مع الخطاب الرباني في هذا المقام. هلأ بعض الإخوان المفسرين شو بقولوا؟ بقولوا أنه ذو القرنين إنما هو شخصية حميرية من اليمن، من اللي كانوا موجودين في دولة سبأ يعني إبان إقامتها، واسمه الصعب الحميري، من مؤسسين الدولة ومن البنائين اللي قاموا على بناء سد مأرب في سبأ في اليمن. هو مين؟ ذو القرنين. واستشهدوا على هذا الأمر بكثير من الأمور، أنه أولا من اللغة العربية أنه كلمة ذو أو ذي إنما هي كلمة عربية ولا يوجد لها مثيل لا في الفارسية ولا في اليونانية ولا في أي لغة أخرى، فقط في اللغة العربية. وأنه في اللغة اليمنية في اللغة العربية وبالأخص في اليمن هم من كانوا يستخدموا كلمة ذي ويطلقوها على الملوك بالأخص. عشان هيك راح بعض علماء اللغة العربية إنه كلمة ذو القرنين إنما تستخدم للإشارة لأحد ملوك اليمن من ناحية اللغة العربية. وحسب التاريخ يعني تكلم البعض عن كما قلنا عن الصعب الحميري إنه هو ذو القرنين. وهون في المناسبة إخواني نقول بحسب كتب التاريخ وبعض القصص اللي موجودة في كتب التاريخ يقال إنه ذو القرنين، أو خلينا نقول نتكلم عن الصعب الحميري. الصعب الحميري كان فيه له غزوات كثيرة وعظيمة في المشرق وفي المغرب، وقام بجمع كميات كبيرة جدا من الذهب، وهذا الذهب يعني يقال إنه كان كأنه كنز عظيم موجود عند هذا الملك. ويقول البعض إنه الصعب الحميري كان أحد الأنبياء، يعني حسب إحنا نتكلم في الروايات اللي موجودة ولا نجزم ولا بأي رواية، ولكن نضع كل الاحتمالات اللي موجودة في التفاسير. فيقولوا إنه هو كان يوحى إليه من الله عز وجل بطريقة ما، وأنه في فترة زمنية معينة الله سبحانه وتعالى أوحى له أنه على وشك أن يموت، وكان عند هذا الملك اللي هو الصعب كميات كبيرة جدا من الذهب والمجوهرات والأحجار الثمينة، فأوحاله سبحانه وتعالى أن هذه الكميات الكبيرة اللي موجودة عنده من الذهب سيقتتل الناس من بعده عليها، وستكون سبب في مذابح وملاحم كبيرة. فالله سبحانه وتعالى طلب منه أن يقوم بإخفائها، فقام هذا الملك الحميري بأخذ كل هذه الكميات أو كنزه العظيم اللي كان موجود عنده، وتوجه فيه خارجا من اليمن، أخذ معه فرقة صغيرة ممن يثق فيهم من الجيش، وتوجه خارج من اليمن حتى وصل إلى مكان الكعبة اللي احنا بنعرفه اليوم. وكان هناك بئر من الماء، ومن عادات أهل اليمن في إخفاء الكنوز أن يقوموا بإخفائها في قيعان الآبار، يعني يستخدموا البئر
بينزلوا تحت البئر وبيحفروا وبيسوي غرف مخصوصة في الآبار الموجودة، ويقوموا في هذه الآبار بوضع مادة اللي بنسميها احنا عندنا الكلور او غاز الكلور المركزة، حتى انه ما يقدر حدا يوصل الى المنطقة، يعني اذا اقترب منها يتسمى بالأبخرة اللي خارجة من الكلور ويتراجع. ثم يقولوا انه القدرة اللي كانت موجودة عند اليمنيين والحميريين والهندسة العظيمة اللي كانوا بيعرفوها في زمانهم، واللي أدت إنهم يبنوا سد مأرب العظيم، وإحنا بنعرف إنه سد مأرب العظيم سد هذا السد سد سبأ الموجود في سبأ، هذا السد الموجود يعني شيء عظيم ما كان فيه له مثيل. فهذا الهندسة البنائية اللي موجودة كانت موجودة عندهم هي اللي مكنتهم من حفر هذا البئر في المنطقة الموجودة فيها الكعبة الحالية. فقاموا ببناء غرف تحت الآبار الموجودة، وقاموا بتخزين كل الذهب اللي كان موجود عندهم في بئر أو في غرف هذا البئر. ويقال إخواني يعني استشهدوا أيضا أنه جد الرسول عليه الصلاة والسلام لما شاء أنه هو يعيد بناء الكعبة أو أنه هو يحسنها وهم يقوموا بالحفريات، وجد سيوف من ذهب، وهذه السيوف من ذهب يقال أنه كانت السيوف اللي كانت موجودة مع مين؟ مع جند هذا الملك الحميري الصعب. فكمان هذه بيستشهدوا فيها النقطة، فيقولوا أنه هذه الإمكانيات اللي كانت موجودة عنده تجعله مناسب أنه يكون مين؟ ذو القرنين. لأنه ذو القرنين شو قام؟ قام ببناء ردم على مين؟ على يأجوج ومأجوج باستخدام إيش؟ زبر الحديد، الحديد المصهور اللي استخدم معه أو قام بتغليفه بالقطران. وبقولوا أنه هذا الأسلوب في بناء هذا السد يشبه الأسلوب اللي موجود فين؟ في بناء سد مأرب في سبأ. فهذا التشابه في عملية البناء والهندسة العظيمة يعني أعطاهم فكرة أنه ممكن أنه يكون ذو القرنين هو مين؟ هذا الملك اليمني الحميري اللي اسمه الصعب. ودائما نقول إخواني